تطل عليكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، مجددين اللقاء الذي نستهله بأبرز نشاطات هذا الأسبوع. أول مهرجان خيري فني في الأردن يهدف لدعم مرضى السرطان. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يسلم الإرشمندريت روفائيل مهامه الرعائية في شمال الأردن. السفارة الفرنسية بعمان تطلع على نشاطات الكاريتاس في محافظة الكرك. وفيها أيضاً الاحتفال بعيد الجيش اللبناني على مسرح مركز الحسين الثقافي. أهلاً بكم. من منطلق الواجب الإنساني والاجتماعي تجاه المصابين بمرض السرطان من الأطفال وغيرهم، نظمت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع مؤسسة فجرنا للإنتاج والتوزيع الفني أول مهرجان خيري فني يعد الأول من نوعه في الأردن، والذي جاء تحت عنوان صوت الحياة. المزيد في هذا التقرير. أقامت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع مؤسسة فجرنا للإنتاج والتوزيع الفني أول مهرجان خيري فني في الأردن تحت عنوان صوت الحياة. ويأتي هذا المهرجان الغنائي الذي أقيم على مسرح قصر الثقافة بعمان من أجل توفير ما يمكن من الإمكانيات لكي يتمكن أكبر عدد من الأطفال الاستفادة من العلاج من خلال مركز الحسين للسرطان، خاصة مع زيادة الحالات الواردة إليه وارتفاع تكلفة العلاج. وألقت راعية الحفل سعادة العين القاضي الدولي تغريد حكمة كلمة أثنت فيها على جهود مركز الحسين للسرطان وما يقدمه من خدمات صحية ودعم للمصابين وما يوفره من بيئة ملائمة للعلاج، مؤكدة أن العلاج يأتي من الإرادة والعزيمة. المرض مش مشكلة أبداً، مقدر يتخطاها الواحد ويوصل لأي شيء بده، ودائماً يعني من يركب البحر لا يخشى من الغرق، وهناك دائماً كما قلت في ضوء في نهاية النفق. نرجو أن نقف جميعاً مع هؤلاء الأطفال أبنائنا الأعزاء، أرجو أن تبتسموا، أريد ابتسامتكم، ابتسامتكم هي حياة، دائما هناك أمل في الحياة. علي علي بطل فليت، هيا ضر يا جراندايزر، بعزم علي حمما أرسل، استقبل أعداء كافح شرا، حط المكرا في حزم ويباء، امنع طمعا، اردع جشعا، فالخطر كبير. وتم خلال المهرجان عزف وغناء للأفلام الكرتونية الخاصة بالأطفال التي يألفوها ويتفاعلون معها من قبل أوركسترا موسيقية، ومشاركة للفنانين الذين أدوا هذه الأغنيات بأصواتهم، منهم الفنانة عايدة الأمريكاني، واستضافة للفنان الكبير سامي كلار. فخر كبير أن أكون موجود بعمان، خاصة أنه أنا وعمان تربطني أنا والأردن يعني ذكريات كتير حلوة. أنا بلشت بالغني بالعربي بالأردن، تمي وقمت نرقص على الأيام وغيرهم، من هيك في رابط كتير يعني كبير بيني وبين الشعب الأردني عامة، وطبيعي أنه الحفلة أقدم فيها الأغاني اللي بيعرفوهم وبيحبوهم الأطفال، جراندايزر وجزيرة الكنز، وهي مشاركة. وبعدين الحلو ننقل هالأطفال دعم، مش بس مادي، دعم معنوي ودعم اجتماعي ودعم إنساني، نوقف حدهم، وخاصة هني عندهم السلاح الكبير المحبة والأمل والإيمان، وهالسلاح نقلونا إيه، بنقلونا إيه عطول من خلال حفلتنا اللي نعملها بنقدمها لهم،
وبعتقد هيدا هو الهدف. الطفل إذا كان طفل منساعده كيف، إذا كان طفل عنده مرض ولازم نساعده أكتر ونقف حده. هذا شرف كبير لإلي كون موجود معكم اليوم كنت بعمان. هذا التراث الكبير من أغاني الكرتون اللي أصلاً الأردن تميزت فيها في الدبلاج وفي الكتابة وفي التلحين، حبينا كمان نعمل لفتة إنه نكرم هدول النجوم والرواد اللي كانوا لهم علاقة في هذه في هاي الأجواء وفي هاي الأعمال، وكمان عشان نسعد الأطفال. وكمان في هدف إعلامي جدا مهم إنه إحنا بدنا نلفت نظر العالم إنه المساهمة في دعم هدول الناس يعني بأي شيء هو إشي حتمي وضروري وبيساهم مهما كان صغير. وعرضت خلال الحفل قصص نجاح لعدد من الأطفال الذين تعافوا من مرض السرطان، بالإضافة إلى استضافة عدد من الداعمين للمركز من خلال أعمالهم الخاصة ونجاحاتهم العملية. وفي ختام الحفل الذي رصد ريعه لصالح مرضى السرطان في المركز، قدمت الدروع التكريمية لمستحقيها. بمراسم رسمية وخلال قداس إلهي أقيم في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس بمحافظة إربد، حفل تسلم قدس الإرشمندريت رفائيل مهامه الرعائية كوكيل بطريركي في شمال الأردن، عقب قرار المجمع المقدس إجراء تغييرات داخل هيكلة البطريركية. إلى التفاصيل. ترأس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس بمحافظة إربد بمناسبة تسلم قدس الأرشمندريت رفائيل مهامه الرعائية كوكيل بطريركي في شمال الأردن، حيث جرى لقدسه مراسم تسليم رسمية حضرها لفيف من الآباء الكهنة ورعاة الكنائس من كافة محافظات الشمال بمشاركة جمع من المؤمنين. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ورفع الذبيحة الإلهية، تلا قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال كلمة صاحب الغبطة بالنيابة عنه، حيث جاء فيها: إن الأرشمندريت رفائيل جاء إلى أردن السلام والمحبة ليكون الراعي والأب والأخ لأبناء كنائس الشمال كافة، ويحرص على نسيج الأخوة بين أبناء رعيته وأبناء هذه الأسرة الأردنية الواحدة، مقدما بعدها غبطته هدية تذكارية لقدسه وهي أيقونة للسيد المسيح، ضارعا للرب القدير أن يمد قدسه بالعون والحكمة. إن الدليل والشهادة الدامغة على بشارة محبة المسيح في هذه الأرض المباركة، أرض المملكة الأردنية الهاشمية، هي الآثار الرومية الأرثوذكسية المحفوظة عبر الدهور وما زالت ظاهرة إلى الآن، كما أن حياة المسيحيين ولا سيما رعايا الروم الأرثوذكس يتمتعون باحترام هويتهم الدينية وأيضا الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم وعباداتهم، ويشهد على هذه الحقيقة المسيحيون الذين يعيشون في مدينة إربد والمناطق المحيطة بها على الانسجام والوئام مع مواطنيهم من غير الديانات. إن أخوية القبر المقدس الأجلاء وبعناية إلهية قد برزت وظهرت عاملة وحارسة للأماكن المقدسة، مكرسة نفسها لخدمة رعيتنا المسيحية ومستمرة في مهمتها ورسالتها، فكل ما يصير باسم المسيح فليتمم بكل نظام وترتيب، وليخضع العلمانيون للشمامسة والشمامسة للكهنة والكهنة للأساقفة والأساقفة للمسيح كما هو للآب.
وعبر الأرشمندريت روفائيل في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأب سمعان خوري عن عميق شكره لصاحب الغبطة والمجمع المقدس على محبتهم وثقتهم التي منحوه إياها، طالبا من الجميع الدعوات الصادقة لكي يتمكن من حمل الأمانة الكبيرة التي أوكل بها. وجدت قلوب الجميع وأبوابهم مفتوحة لي بكل محبة، وجدت كهنة مباركين يعملون بصمت لأجل الكنيسة ورعيتها، الذين ومن اللحظة الأولى أحاطوا بي فاتحين أحضان قلوبهم لي بكل محبة صادقة. ووجدت أيضاً رعية ورعة ومؤمنة يقدرون ويحترمون بكل شرف ونزاهة جهود كهنتهم الأجلاء. لكن يا صاحب الغبطة، فإن الأمر الباهر الذي وجدته هنا هو أبناء الكنيسة الشباب والشابات الذين يحبون يسوع المسيح وكنيسته المقدسة. هذه هي الرعية المختارة من الله، وهذا هو الإكليروس الذي أتيت لأخدمه يا صاحب الغبطة. وفي ختام الصلاة أقيم حفل استقبال لقدس الأرشمندريت روفائيل بحضور غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وأبناء الرعاية في محافظات الشمال، مقدمين التهنئة لقدسه متمنين له خدمة مباركة في كنيسة الرب. تعقد إدارة مدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان دورات تدريبية لمعلميها داخل العاصمة عمان وخارجها بالتعاون مع عدد من المحاضرين، والتي تستمر حتى نهاية شهر آب الحالي. وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية وضعتها إدارة مدارس المطرانية بهدف تطوير وتحسين كفاءات المعلمين والمستوى التربوي لهم، مما ينعكس إيجاباً على المستوى الأكاديمي للطلبة. نشير إلى أن استراتيجية إدارة المدارس هذا العام الحالي بعدم زيادة أي أقساط على الطلبة والكتب والزي المدرسي، وذلك مراعاة للظروف العامة. وتستمر مسيرة العمل في مدارس مطرانية الروم الكاثوليك ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم المستمدة من رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لتحقيق رؤية سيد البلاد بنهضة العلم والمعرفة في مملكتنا الحبيبة الأردن أدامه الله ورعاه. ولا بد من كلمة شكر للسيدة الفاضلة باسمة الدكتورة باسمة السمعان مديرة نورسات في الأردن وفريق العمل لهذه المؤسسة لرعايتهم الدائمة في التغطية الإعلامية لنشاطات مدارسنا وأبرشياتنا. أدامكم الله ووفقكم لكل عمل صالح. رعت سفيرة لبنان لدى الأردن تريسي شمعون أمسية موسيقية بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث أقيمت الأمسية في مركز الحسين الثقافي بمنطقة راس العين بعمان بحضور مسؤولين رسميين وأبناء الجالية اللبنانية. إلى التفاصيل. بمناسبة الذكرى 73 لتأسيس الجيش اللبناني، أحيت موسيقات الجيش اللبناني بقيادة النقيب الموسيقي أنطون عون أمسية موسيقية رعتها السيدة تريسي شمعون سفيرة لبنان لدى الأردن بحضور الملحق العسكري العميد عبد السلام الحاج وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والكنسية وأبناء الجالية اللبنانية وجمع من المدعوين. وابتدأت فعاليات الاحتفال الذي أقيم على مسرح مركز الحسين الثقافي راس العين بالسلام الملك الأردني والنشيد الوطن اللبناني. بعدها ألقت السيدة شمعون كلمة ترحيبية هنأت فيها الجيش بهذه المناسبة العزيزة، مقدمة التحية للجيش الأردني الباسل والقوات المسلحة، مؤكدة أن الأردن ولبنان تربطهما علاقات أخوية ممتدة عبر السنين. من السفارة اللبنانية في المملكة الأردنية الهاشمية تحية إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، وإلى قائد الجيش
العماد جوزيف عون، وإلى الضباط والرتباء والجنود على امتداد الوطن، وإذ نترحم على شهدائنا من أفراد جيشنا البطل ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى منهم. كما لا يسعني هنا إلا أن أقدم التحية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. عشتم، عاش الجيش اللبناني، عاش الأردن، وعاش لبنان. يا جيشنا الباسل، فيك منغتني، دفعت عنا رغم عن عين الحسود، بجنوبنا صامد صمود الأزمني، وبكل موقع ما انتسى فجر الجرود. لبنان بالجيش معتز وهني، حامي حمانا وصار مربى للأسود. عن جيشنا المحبوب ما إلنا غني، الأردن صحوا لي حكي على الأردن لأن هذا بلدي صار. الأردن بلاد الطهر ومقر الأبات، الأردن منارة للشمم والمكرمات، الأردن الصخرة الصامدة بوجه البغاة. الحق ما بده شهود وبينات، ولو ما أبو حسين المليك الهاشمي ما كان إلا لا خلاص ولا نجاة. وعرض خلال الأمسية فيلم وثائقي عن الجيش ومعركة فجر الجرود، مختتمين إياه بنشيد الجيش اللبناني. للعدى أنا سرت للخلود، حافل المدى صافك البدود، إن جيشنا كلنا جنود، من لربنا أمس لا يعود. حرف الألف في كلمة أردن وحرف اللام في كلمة لبنان يشكلان التعريف في دفتر الوطن. أيها العارف الفيلسوف كجبران، المدثر بالحكمة والنور، والجميل الجميل كبحر من الأرجوان، آه لبنان يا مضيئا على ذرى الأزمنة، يا نبي المكان، قل للبنان إن نهر الشريعة وهو يسير مستغرقا في القداسة والطهر يرسل من عطره نفحة من شذا للبنان. قل للبنان إننا رغم آلامنا سوف نصعد أحلامنا في المدى، سوف نسمو. قل للبنان إن مجد عمان سوف يعلو ليحضن مجد لبنان. قل للبنان. كما قدمت خلال الأمسية مجموعة من الأغاني الوطنية، منها يا عسكر لبنان، لمعت أبواق الثورة، راجع يتعمر لبنان، أداها ربيع إلياس ونتالي سمعان بمشاركة العازفين وكورال جوقة قلب يسوع الأقدس بإشراف المرنم فارس عباسي. واختتم الحفل بتسليم الدروع التقديرية على المشاركين والمستحقين. تنفذ
تنفذ جمعية الكاريتاس في الأردن العديد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع المؤسسات الرسمية والخيرية بهدف دعم أبناء المجتمع المحلي وأيضاً اللاجئين والمهجرين وتأمين مصدر دخل لهم. في محافظة الكرك زار السفير الفرنسي في عمان عدداً من هذه المشاريع التي تعمل عليها الجمعية. إلى المزيد. بدعم من الحكومة الفرنسية وكجزء من أنشطتها التي تهدف إلى خدمة وتطوير المجتمع المحلي في التمكين الاقتصادي والشروع في مشاريع توليد الدخل، استقبلت جمعية الكاريتاس سفير فرنسا في الأردن السيد ديفيد بورتولوتي الذي قام بجولة شملت موقعين لدعم الأشغال اليدوية التي تشرف عليها الجمعية في محافظة الكرك. وكان في استقبال سعادته في بلدة السماكية سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، والسيد وائل سليمان مدير الجمعية، والنائب هيثم زيادين، والأب إبراهيم نفاع، والأب أيهم زيادين، والأب بولس بقاعين، وأعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية. لابد من كلمة شكر أولاً لكاريتاس وكل الجهود اللي عم تبذلها بالمنطقة بالأردن، لا سيما في المناطق الجنوبية والشمالية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية نفذوا المشروع المزرعة بسماكية، عم يعملوا من خلاله المخللات وبدون يطوروا حتى يصير كمان يتعاطى موضوع الجبن الأجبان والألبان. وهوني بالربي كمان عندنا هالمركز اللي تم إنشاؤه من أجل مساعدة أبناء المجتمع في هالمنطقة، وخصوصا من أجل انعاش الشبيبة والمحافظة على البقاء في هذه المنطقة اللي هي منطقة أساسية بالنسبة لنا. إذن هدف كل هالمشاريع كلها سوا هي المحافظة على الوجود المسيحي، على الوجود المجتمعي داخل هذه المناطق اللي شوي شوي عم تفضى من السكان، واللي عم تحاول كاريتاس مع السفارات الأجنبية من أجل تثبيت سكانها فيها. وشملت الزيارة ورشة عمل تجهيز الأغذية في بلدة السماكية، حيث تعرف السفير على المنتجات والأشغال اليدوية التي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي باستخدام أعلى معايير النظافة والتعبئة ووضع العلامات التجارية. اليوم نحن زورنا سمكية، زورنا مشغل إنتاجي، واليوم حلق إحنا موجودين بمنطقة الربة اللي كمان عم نشوف هنا معمل إكسسوارات ومركز خاص للشباب ومسرح وغرفة خاصة للأطفال. فهي استمرار صراحة الشراكة مع السفارة الفرنسية، وبعد الربة رح ننتقل للكرك لأن السفارة الفرنسية كمان تبرعت بمشروع جديد رح نبدأ فيه بمدينة الكرك. وشملت الجولة أيضاً زيارة مركز شباب الربة للابتكار، حيث اطلع سعادته بحضور الأب سامر مدانات على نشاطات المركز الذي يتيح المجال للشباب للتبادل الثقافي والمعرفي وتعلم الفنون والقراءة والتدريب، بالإضافة إلى دروس الدراما والموسيقى وورش الحرف اليدوية للمجوهرات والنحاس وتصميم الفضة والتعبئة والتغليف.
إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أول مهرجان خيري فني في الأردن يهدف لدعم مرضى السرطان. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يسلم الإرشمندريت رفائيل مهامه الرعائية في شمال الأردن. الاحتفال بعيد الجيش اللبناني على مسرح مركز الحسين الثقافي. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.